أصدرت منظمة الصحة العالمية تصريحات مطمئنة نسبيا عن جدري القردة بعد أيام من القلق عاشها العالم على وقع انتشار مقلق للمرض. وأكدت المنظمة أن تفشي المرض خارج قارة أفريقيا لا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ أن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة ستسهم في السيطرة على انتشاره. وتدقق سلطات الصحة العامة في أوروبا وأمريكا الشمالية في أكثر من 100 حالة اشتباه أو مؤكدة بالعدوى في أسوأ تفشي للفيروس خارج قارة أفريقيا التي يتوطن فيها.